طيب انا طبعا مستني النتيجه زي انا زيكم، ف يعني طبعا احنا دلوقتي مباشره من بيت لحم، مباشره من مجل كروم وجماهير عمار في جده، وطبعا كل البيوت في العالم العربي مستنيه اللحظه دي. توتر عالي طبعا، وكل الناس عايز تعرف النتيجه وانا اولهم. يا ترى مين هو الأقرب عيد للموسم الرابع؟ أمير ولا عمار ولا يعقوب؟ الوضع صعب والأعصاب مشدودة. هدوء هدوء هدوء. أنا طبعا عايز أنبه على حاجة مهمة جدا، الفايز في الموسم ده مع الاثنين الباقيين هما بالنسبه لي الاربع دول، بس اللقب هيروح لشخص واحد. الفائز بالموسم الرابع من اربع ايدل، ثانيه هو يعقوب شاهين من فلسطين. ألف مبروك ليعقوب شاهين، لقب محبوب العرب للموسم الرابع. شكرا لكم مشاهدينا على المساهمة في ولادة نجم جديد. مع فرحة الفوز واللحظات الحلوة دي بنودعكم، على أمل نشوفكم قريب في موسم جديد من عرب ايدل. والمسرح دلوقتي ملك يعقوب شاهين وغريد الفوز. تصبحوا على خير.
يلا الكل يقول معي. موقف مالك يا ديرتنا عزتنا وعروبتنا أرض القدس نادتنا صوت أمي ناديني فلسطين فلسطين هو أنا دمي على أرض على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فيهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. شعب علينا دولة فلسطين علينا وبعلمك زينا زينا وعلنا يا شعب علينا دولة فلسطين علينا وبعلمك زينا زينا وعلنا عربية ونحنا أمتها تحكي كلمتها عربية ونحنا أمتها عاصمة الدولة وعزتها عاصمة الدولة وعزتها ما حدا يقرب منها ما حدا يقرب منها يا شعب علينا دولة فلسطين علينا وبعلمك سيدها شعب علينا دولة فلسطين علينا وبعلمك زينا زينا ويا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيونك وتسونك عين الله والله يا مسافر شعلاني في الجيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله وهز الكتف بحنية جفر عتابة ونحية وخلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها كلمة أخيرة كلمة أخيرة هذا اللقب مجرد اسم وأنا بهديه
لأمير والعمار، لأنه مجرد اسم، لأنه هم الأيدلز. طبعاً أنت أيدلز وإحنا بنرفع رأسنا فيك، أولاد فلسطين وبنرفع رأسنا بعمار ابن اليمن. نشكركم كثير. ما بننسى نرفع رأسنا بابن حبيب قلبي محمد عسافي غالي. نشكركم.